هاي الهلامية والضبابية إلى الآن، هاي الشخصيات اللي قابل الوزراء من هو؟ من عرف؟ منو؟ اللجان اللي قابلت الوزراء من هم؟ من عرف؟ نعم. وبعدين تصير الشغلة بالتليفونات، نعم، من شيل فلان ومن شيل استحقاقات كانت انتخابية يعني. أولا هو هاي الحكومة يعني ما بنيت على عمل ديمقراطي، ما بنيت على عمل ديمقراطي. شلون؟ حتى اللي ما فايز هو أعطوه يعني منصب، أعطوه بالحكومة يعني بالتمثيل الحكومي، هذا واضح يعني بالتنفيذي، وهو ما فايز زين. يعني ما اعرف هسه هاي الحكومه شلون تشكلت على استحقاق انتخابي، ما شلون انت تعرف شلون شكلت؟ والله شوف تعرف كل شيء، تعرف انه هي محاصصه مثل ما قال الدوله على العرف السياسي. اولا تحالف بين الكتل والاحزاب السياسيه، محاصصه محاصصه. ليش ما نقول توافقيه؟ لا شنو هي توافقيه محاصصه، واعطى كل فائز حقه. من الفائز؟ من هو؟ ثلاث ارباعهم كلهم بدلاء، هاي اصلا هذا برلمان الخاسرين. الكتل الفائزه ركنت على جنب، تيار الصدري الفائز الاول بالعراق طلع، ما هو انسحب، السياده طلع، انسحب بعد شنو؟ ما غير استخدمت عليه الرحمن والشيطان، استخدم ضده، موجود ما استخدمت ما فتوى، واستخدمت الاسلحه ضده، بعد شي يريد يعني سيد طبعا ينسحب. سيد دكتور، هو جاء بمشروع جديد. نعم سيد العطواني، خلينا نتحدث يعني. انت تتحدث موضوع ربما يعني وديتنا لغير اتجاه، لكن انا اتحدث مثلا السياده موجود، انت تحدثت موجود اخذ حصه في هذه الحكومه. نعم نعم، يعني هذه حصته او استحقاقه الانتخابي. ايضا المكونات الاخرى اخذوا استحقاقهم الانتخابي، الاخوه المسيحيين اخذوا استحقاقهم الانتخابي. يعني انا اذا اكو مسيحي انطي وزاره، واذا اكو ازيدي انطي وزاره، واذا اكو تركماني انطي وزاره. الدستور مالك يقول لا، ماكو شيء بالدستور يا سيد. مكونات تمثيل؟ لا مكونات شنو اني يعني؟ شرط انه يكون رئيس الجمهوريه كردي ورئيس الوزراء؟ عرف سياسي، عرف سياسي. لا يوجد شيء بالدستور اسمه هكذا. نعم اكو تمثيل، انت عندك صناديق اقتراع، هو الشعب يخولك لاداره الدوله. سيد العطواني مشت الحكومه، واليوم السيد محمد الشياع السوداني بالعافيه عليه، بس خليه يرجع. يطلع المواطن ايش يحصل من هذه الحكومه من خدمات وانجاز، وايضا يحصل موازنه تكون اولويات المواطن. يعني الموازنه تقرب شهر الرابع، تعتقدين تبني لها دوله؟ وهم الى الان غير متفقين يقيمون انتخابات مبكره او لا. القرار السياسي انتخابات ماكو مبكرة، ماكو مبكرة زين. هو اذا عنده اقل خطة خمسية.